تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة ينحدرون من ولاية تمن راست بحوزتهم كمية معتبرة من المعدن الأصفر والمقدرة ب 1194 غرام بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي 40,000 دينار جزائري على متن مركبة سياحية بأحد حواجز الأمنية بقطاع الاختصاص.